فنان محمد صبحي. مساء الخير يا استاذ صبحي. اهلا يا استاذ لميس، مساء الخير. اهلا بيك، اهلا بيك. طبعا انت شاركت نور، فكرني كده اشتغلت مع ايه؟ كرنك طبعا. لا يعني طبعا قبل بس الشغل انا كنت في سنه اولى معهد وهو كان في رابعه. فاحنا عصرناه واحنا طلبه نجما في المعهد. يعني انت عارفه لما يبقى في حد في سنه رابعه طبعا بنشاور عليه. بنبص له كده لفوق. وكمان هو كان عظمته انه بيجي يتعرف علينا في سنه اولى، فاسال نفسي ليه؟ يعني ده دفعه سنه رابعه، ده نبيل الالف يقول عليه ده نجم المستقبل. هو كان بيعشقه. فنندهش انه بيعمل صداقات معانا واحنا لسه في سنه اولى. بعد كده انا اشتركت معاه في تخرجه. كان بيستعين بطلبه المعهد اللي هم في سنه اولى زي الكومبارس او الصامتين. كنا بنتعلم من نور الشريف. يعني كنا بنقف ماسكين حربه في مشاهد نور الشريف ونتعلم منه. نور الشريف بني ادم. انا طبعا كان هم فيلمين بس للاسف يعني اللي انا اشتغلتهم، كان فيلم ابناء الصمت وفيلم الكرنك. بس من اهم الافلام الحقيقه، حتى من اهم الافلام في السينما المصريه كلها. طبعا. واقول لك بقى عظمه الاستاذ نور في ايه؟ لما جه يعمل الكرنك عرفت، فرحت سالته ان هو قال انا نفسي اعمل حلمي. وانت عارفه ان دوري حلمي اصغر بكتير من دور اسماعيل الشيخ في الكرنك. فنور هو يبحث عن شيء. اقول لك حاجه بسيطه جدا يمكن كانت بوسي بتتكلم عنها من شويه. نور الشريف بيسمع ان حد بيعمل مسلسل او بيعمل فيلم او بيعمل مسرحيه. انا فوجئت بنور الشريف داخل عليا في استوديو مصر واحنا بنعمل فارس بلا جواد. وقال لي محمد انا جاي لك علشان اشوف التجربه بتاعتك، وانا سمعت عنها وانا فرحان جدا بيها. شوفي بقى فنان لما يجي وهو مش مجبر انه يجي ويقول ده، ويقعد معانا اليوم كله وياكل معانا ويتفرج على التصوير. دي طاقه ايجابيه هو بيبعثها في انا اعتقد مش معايا بس انا مع كل الفنانين مصر. هو كان انا بقول عليه الفنان بلا مشاكل. احنا ساعات بنعمل مشاكل، ساعات الفنان بيعمل مشاكل. نور الشريف كان لما احسب كده تاريخ حياته الفنيه كان فنانا بلا مشاكل، ولكنه يبحث في مشاكله الفنيه كي يصنع الجديد ويصنع شخصيه جديده ويصنع زي ما انت قلت وعملته في التقرير هي الكلمه. نعم. نور الشريف كان بيبعث كلمه ونور الشريف سيبقى ككلمه. نعم. انا بشكرك جدا فنان الكبير محمد صبحي.